حاسوب الدراجة. هذا الجهاز يعتبر مفيداً لجميع راكبي الدراجات ممن يحبون الانطلاق في الرحلات الطويلة بدراجاتهم، وهو عبارة عن كمبيوتر دراجات اقتصادي مزود بجميع الوظائف الضرورية للجهاز نموذجاً سلكي ولاسلكي، وهو يحتوي على مختلف الملحقات بما في ذلك المثبتات وغيرها. يمكن للجهاز تتبع زمن القيادة الحالي والمسافة والسرعة وغيرها من المعاملات. تختلف النماذج من حيث اللون وحجم الشاشة وكذلك البيانات التي يمكن للمستخدم التحكم بها. مولد الدخان. مولد دخان للتدخين البارد. يمكن لهذا الاختراع البسيط والمبتكر تحويل أي شواية إلى أداة تدخين بارد. كل ما عليك فعله هو صب نشارة الخشب في الجهاز وإشعال النار في الجزء الخارجي من النشارة التي سوف تشتعل تدريجيا ولمدة 80 ساعة متواصلة، ما يعطي أطباقك نكهة الدخان دون الحاجة لاستخدام أي إضافات خاصة مكلفة. الخاتم الذكي. أصبحت الساعات الذكية أكثر شيوعاً في الوقت الحالي، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين لا يشعرون بالراحة أثناء ارتداء الساعات الذكية على مدار اليوم. لذلك صمم هذا الخاتم الذكي والرائع كبديل. يتزامن الخاتم مع الهاتف الذكي ويؤدي نفس وظائف الساعة الذكية فقط بمجرد الضغط على زر. على سبيل المثال، يمكنك استخدامه للتصوير على الهاتف ولتغيير الموسيقى وكذلك لإجراء المكالمات الهاتفية. المبراة المبتكرة. آلة شحذ متعددة الوظائف، بمساعدتها يمكنك شحذ الأنصال المختلفة كالمقصات والأدوات الإنشائية والزراعية، بالإضافة إلى العناصر الأخرى التي تحتاج إلى الشحذ من وقت لآخر. يتم ضبط زاوية الشحذ بشكل مستقل. الجهاز مرفق بمجموعة كاملة من أحجار الشحذ التي يمكن تثبيتها بسرعة وتغييرها بالتناوب. بخاخ الزيت. زجاجة رداد لرش الزيت على الأطعمة تساعدك في توزيع الزيت على الأطباق المتنوعة أو دهن مقلاة أو طبق خبز. زجاجة البخاخ صغيرة ولها غطاء قابل للفتح. من مزايا هذا البخاخ أيضا توفير كميات كبيرة من الزيت ومنع إهدارها، بالإضافة إلى التطبيق الدقيق والحفاظ على نظافة المكان أثناء الاستخدام، وبالطبع إمكانية طهي طعام لذيذ وصحي بأقل نسبة دهون. بازل ثلاثي الأبعاد. إذا كنت من محبي ألعاب الذكاء كلعبة البازل وفي نفس الوقت تحب الأشكال ثلاثية الأبعاد، فإن تلك النماذج سوف تثير اهتمامك بالتأكيد. كل نموذج من هذه النماذج مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وله أبعاد مختلفة اعتمادا على الكائن المصور. من أهم مزايا هذه الألعاب أنها تتكون من عدد كبير من الأجزاء الصغيرة، ما يتيح لك الفرصة للتفكير في كيفية تجميعها وبالتالي تساعدك على تعزيز مهاراتك وشحذ ذكائك. زيت تشحيم الأقفال. زيت للتشحيم مصنع خصيصا للعناية بأقفال الأبواب لدخول وخروج سلس للمفتاح. يمكن استخدام هذا الزيت لتشحيم جميع أنواع أقفال الأبواب والمفصلات وما إلى ذلك، ما يساعد على منع حدوث التآكل والتصلب ومنع الصرير أثناء فتح وإغلاق الأبواب والنوافذ. يأتي الزيت في أنابيب يدوية ذات عنق مدبب لسهولة الاستخدام والوصول حتى إلى أضيق الثقوب. الحذاء الرياضي. حذاء رياضي أنيق ورائع يتميز بألوانه الزاهية. يتمتع كل موديل بإضاءة جذابة تشغل معظم السطح. الحذاء مصنوع من مادة خشنة نوعا ما، ولكنها عملية ومريحة في نفس الوقت. يتناسب الحذاء بشكل مريح مع القدم، وهو مزود باربطة قوية جميلة الشكل تمنح الحذاء مظهرا أنيقا وغير عادي. قناع الوجه. مقارنة بالأقنعة الطبية التقليدية، يعتبر هذا القناع هو الأكثر أماناً. القناع مزود بفلتر كهربائي يزيد من كفاءته بنسبة 100% تقريباً. كما يوفر القناع أنظمة تهوية وتدفئة مناسبة لأجواء الصيف والشتاء أيضاً.
المصباح الأمامي المبتكر. مصباح أمامي قوي يتكون من 5 مصابيح أمامية. يحتوي الجهاز على 4 أوضاع للإضاءة تعمل بتشغيل المصابيح الأمامية فردياً أو جميعها في وقت واحد، هذا بالإضافة إلى وضع ستروبوسكوب. يمكن التحكم بالجهاز عن طريق الأزرار أو الإيماءات، ولكن هذا لا ينطبق على جميع النماذج. يأتي المصباح في 3 مجموعات مختلفة من حيث إمكانية التحكم بواسطة الإيماءات، كما تأتي الملحقات في حقيبة خاصة للتخزين. جهاز تجميع مكعب روبيك. جهاز قادر على حل مكعب روبيك خلال ثواني وبشكل احترافي مدهش. يعمل الروبوت فقط مع المكعبات ذات العلامات التجارية، ويتم الاتصال بالجهاز الذي سيتم تثبيت التطبيق والطاقة عليه. يمكنك التحكم بالعمليات، على سبيل المثال تحريك المكعب بأي طريقة ثم إدخاله على الحامل من أي جانب، ومن خلال أمر من الهاتف الذكي يقوم الجهاز بتجميع المكعب تلقائياً. ممرن الأصابع. أداة تستخدم لتقوية عضلات الأصابع، وهي مصممة في الأساس لإعادة تأهيل المتعافين من إصابات الأصابع واليدين. الجهاز عبارة عن سوار مزود ب5 حلقات متصلة به بواسطة أربطة مطاطية. تستخدم تلك الأداة لقبض وبسط اليد والأصابع. لا تستخدم الأداة للتأهيل بعد الإصابات فقط، ولكنها مفيدة أيضا لممتهن الحرف اليدوية لتقوية عضلات الأصابع واليدين، وبالتالي تحسين كفاءة العمل. مشترك منافذ USB. جهاز عصري وعنيق مصمم على شكل سيارة قديمة، وهو عبارة عن موزع طرفي مع نظام ألوان كلاسيكية. الجهاز مزود ب4 عجلات وشبكة موصلات، وعلى أحد الجوانب يوجد نقش مودرن كلاسيك طراز عام 1945. يمكن للجهاز استيعاب ما يصل إلى 4 أجهزة، كما أنه يعتبر بمثابة قطعة ديكور عنيقة في أماكن العمل، ويمكنك أيضا تقديمه كهدية رائعة لعشاق المقتنيات القديمة. السماعة الذكية. سماعات غير عادية تشبه برج آلي في إحدى ألعاب الفيديو. السماعات عبارة عن مكبر صوت كروي الشكل، يرتكز على 3 أرجل وله عدة ألوان وإضاءة خلفية مناسبة. الهيكل مصنوع من سبائك الزنك ومزود برقاقة كوالكوم، ويعمل بتقنية البلوتوث، ويحتوي على بطاقات صوت من شركة هيرمان كاردون. يمكن توصيل الجهاز بمكبر صوت آخر لتقوية الصوت. الشحنة الكاملة للبطارية المدمجة تكفي للتشغيل لمدة تصل إلى 30 ساعة، وعندما تقارب البطارية على النفاذ ينبهك الجهاز بإشعار ويضيء مؤشر LED خاص. كذلك يمكن التحكم بمستوى الصوت لمسياً. الحافظة المضيئة. لعشاق الاكسسوارات الأصلية للهواتف، إليكم تلك الحافظة الجديدة والمذهلة. تتمتع الحافظة بالقدرة على التوهج في الظلام والشحن حتى من إضاءة المصباح العادية. يقدم المصنعون مجموعة مختارة من المطبوعات العنيقة والعصرية والمناسبة لجميع الأذواق. المحول الذكي. محول ذكي متعدد الوظائف، يعمل كبطاقة ذاكرة وكابل لنقل البيانات وحامل الهاتف وغيرها الكثير من الوظائف. الجهاز ملائم للعمل مع أجهزة أندرويد وiOS وماك. يتميز المحول بتصميمه القابل للطي، لذلك فهو صغير ومريح للغاية، ويمكنك حمله معك دائما. يبلغ طول الكابل المرفق 17 سنتيمتر. يقدم المصنعون لونين مختلفين للهيكل، يمكنك الاختيار من بينهما. جهاز توجيه هواء المكيف. على الرغم من روعة هواء المكيفات في أيام الصيف شديدة الحرارة، إلا أنه من السهل الإصابة بنزلة برد نتيجة تدفق الهواء البارد في شكل مركز وفي اتجاه واحد، خاصة إذا كان اتجاه تيار الهواء موجه إليك مباشرة. ولحل تلك المشكلة صممت تلك الأداة البسيطة والتي بواسطتها يمكنك التحكم باتجاه تيار هواء المكيف. يتم تثبيت الأداة بسهولة بواسطة هيكل المتحرك، يمكن تعديله بمنتهى البساطة حتى بالنسبة للأطفال.
المصباح اليدوي المبتكر. مصباح يدوي تكتيكي يحتوي على 5 منحقات حادة مختلفة مخبأة في داخل الهيكل. كل ما عليك فعله هو فتح الجزء العلوي واستبداله بآخر. يعمل المصباح ببطاريات من النوع A2 غير مشمول في المجموعة. يصل مدى الإضاءة إلى 50 متر. هيكل الجهاز مصنوع من البلاستيك ABC ومطلي بمادة خاصة لمنع الانزلاق. شكرا على المشاهدة، واخبرونا في التعليقات أي من المنتجات التي استعرضناها على قائمتنا اليوم قد أعجبتكم أكثر وترغبون في شرائها. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو ضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.